الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي عليه السلام، وارغبوا فيها رحمكم الله تعالى. أكو واحد يسمونه أبو أسامة كان عند الإمام الصادق عليه السلام، فقال له أبو أسامة وكان حاضر المجلس: وكيف صارت هذه السورة للحسين خاصة؟ زين، هي سورة الفجر نازلة للمسلمين، شو صارت سورة الحسين؟ هذا هو يسأل الإمام الصادق: وكيف صارت هذه السورة للحسين عليه السلام خاصة؟ فقال عليه السلام الإمام الصادق: ألا تسمع إلى قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، إنما يعني الحسين بن علي عليه السلام فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية، وأصحابه من آل محمد، يعني مثل ما الحسين نفس مطمئنة، أبو فاضل أصحاب النفس المطمئنة، حبيب بن مظاهر، كلهم ذولا، وأصحابه من آل محمد هم الراضون عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم. وهذه السورة في الحسين بن علي، هي إلك تفرح قلبك، وهذه السورة في الحسين بن علي وشيعته وشيعة آل محمد خاصة، من أدمن قراءة والفجر، يعني سورة والفجر، كان مع الحسين بن علي عليه السلام في درجته في الجنة، إن الله عزيز حكيم. اللي يواظب على سورة الفجر اللي يسميها الإمام الصادق أنها سورة الحسين عليه السلام، يوم القيامة مو بس في الجنة، لا، وين قصر أبو علي؟ يخلون قصرك يم قصر الحسين.